مساء الخير، حياكم الله عبر شاشتكم اللي تسعد بكم دائما الإخبارية، وعبر برنامجكم الراصد اللي نسعد دائما وأبدا بتواصلكم الدائم معنا، عبر طبعا حسابنا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر الراصد، أو عبر رقم الواتساب الظاهر الآن أمامكم على الشاشة. همومكم، اهتماماتكم، وأيضا مشكلاتكم بكل تأكيد المكان الأنسب لها هو الراصد. بداية الحلقة للعناوين: حماية المستهلك للراصد، قضايا المياه كثيرة ونطالب المسؤول بالتحرك. والتمر المجروش غالي القيمة، تصادره أمانة المدينة المنورة، السبب أنه مجهول المصدر. أيضا في حلقة الليلة: أنا عيناك، طفل يحمل كفيف على الأكتاف ليلعب كرة القدم. وبهدف التوعية، الدفاع المدني يطلق حملة كاشف الدخان. استمراراً للطرح في الراصد حول المشكلة اللي يعانيها المواطنين من فواتير المياه والضبابية، حول عدد من المعلومات تفاعلت جمعية حماية المستهلك مع ما طرحناه خلال الأسبوع الماضي عن شركة المياه الوطنية من أخطاء في قراءة عددات المياه، مما أدى إلى ارتفاع الفواتير. وتلقت جمعية حماية المستهلك العديد من الشكاوى حول موضوع ارتفاع الفواتير، وتلقى بعض عملاء شركة المياه خصومات على فواتيرهم أحياناً تجاوزت 90% من قيمة الفاتورة. يذكر أن معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري قال في لقائه معنا بأنه لا يجوز قطع خدمة المياه عن المستهلك بأي حال من الأحوال. خلونا نشوف جزء من لقائه معنا في الراصد. لاحظنا أنه عدد الشكاوى اللي تروح للشركة سنويا بسبب الفواتير ومشاكلها حوالي 480 ألف، ومعظمها من الرياض وجدة. نعم. المناطق الثانية لا زالت ماشية بالنظام القديم، العدادات القديمة والفوترة القديمة وإعطاء أفرج، لكن هذا عدد كبير. بالتأكيد. الأسباب، عدة أسباب اللي رأيناها الآن وتحتاج إلى حلول. أحدها مشكلة العدادات، كانت العدادات الهوائية أو الميكانيكية، وهذه كان يصير فيها أحيانا عدم دقة في القراءة، أما بسبب تسرب الهواء فيها وتحريكها، أو أن العدادات هذه لها سنوات مختبرت ولا فحصت. هذا كان جزء من حديث معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري حينما كان ضيفا هنا على طاولة الراصد، وتحدث حول أبرز النقاط حول الإشكاليات ما بين المستهلكين وأيضا شركة المياه. تحدث أيضا عن بعض المخالفات التي ترتكبها الشركة، تحدث أيضا عن طبعا عدم وجود صلاحيات في إجراء المخالفات على طبعا شركة المياه، وأنهم بانتظار هذه الصلاحيات، معلنا ذلك أو قوله في ذلك أنه طبعا مسؤولية ضبط هذه العلاقة فيما يتعلق بالمياه انضمت للهيئة مؤخرا، نتحدث عن سنة ونصف. عموما يستمر الحديث حول هذا الموضوع حتى نجد حل بإذن الله، وينضم إلينا أو تنضم إلينا هاتفيا المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر القحطاني. دكتورة سمر، مساء الخير وحياك الله في الراصد. حياك الله أخي عبد الإله والأخوة والأخوات المشاهدين. سؤالي حول عدد الشكاوى اللي وردت إليكم عن شركة المياه. عدد الشكاوى خلال 12 شهر كانت حدود 50 شكوى، مع توضيح أن المستهلك حينما يصل الجمعية للشكوى أولا نحوله للشركة، نتأكد أنه قدم شكوى أو بلاغ لشركة المياه الوطنية، ثم إذا قدم البلاغ وما الرد ما كان نال رضا نحوله على الهيئة لتقديم بلاغ، ثم آخر محطة له هي جمعية حماية المستهلك. فعادة نعالج الحالات اللي لم تجد قبول أو رضا لدى المستهلك بعد تقديم الشكوى للشركة ثم للهيئة. وكيف تشوفون التعامل من قبل الشركة وأيضا الهيئة مع هذه الشكاوى؟ حقيقة التعاون مع ضباط الاتصال لدى حتى شركة المياه، بالرغم من عدم رضانا على الخدمات المقدمة للمستهلكين، في تفاعل عالي صراحة. تفاعل عالي؟ يس. خلينا نكون واقعين، ولكن للأسف الشديد غير واضح. بمعنى عندنا مثلا أحد الأمثلة الموجودة أمامي الآن، فاتورة المستهلك وصلت 196 ألف ريال سعودي. إحنا عادة نرفع الخطابات بعد ما نتأكد أنه المواطن اشتكى للجهتين اللي ذكرتها سابقا، وبعدها نتفاهم مع ضابط الاتصال، تم تصحيح الفاتورة ونزلت من 196 ألف إلى 23 ألف ريال. الآن قدمنا بلغنا المستهلك وتواصلت مع الشركة بعد عملية التصحيح،
لكن هل هذا هو فعلا استهلاك الفعلي؟ انا فعليا كجمعيه ما عندي معيار واضح اقدر اتاكد من هذه الفاتوره سليمه. هنا السؤال، كيف تمت التسويه؟ عاده تسميها شركه تسويه، شركه المياه انا اسميها تصحيح خطا. التسويه قبول بين الطرفين ويكون في تحمل للخطا ما بين الطرفين نوعا ما، لكن هذه تصحيح حتى ما هي تخفيض. فتخفيض فواتير بعضها وصل الى مبالغ 1000 ريال بعد ما كان 110. انت ترين انه معقول يعني يعقل وجود التسويه؟ لان هي علاقه بين شركه وبين مستهلك، ما نتحدث عن شراكه بين المستهلك وايضا الشركه. هي تصحيح. هي احنا مثل ما يعني ذكروا يمكن بعض الحضور لك في الحلقه الاولى، لغه الاعتذار غير موجوده، التعامل مع المستهلك من قبل الشركه حتى في الفروع مثل ما ذكر معالي الدكتور عبد الله الشيري ليست ابدا لا ترقى للمستوى، يضطر المستهلك انه يلجأ للجمعيه عشان تتوسط بينه وبين الشركه ليستمع لها، المفروض انه ما يحتاجني انا جمعيه. لانه احنا نتحدث في مساله حقوق دكتوره سمر، التسويه صحيح. ممكن انا كيف اقرا انه والله الطرف المستهلك او انه كان هناك عداله من ناحيه الربح من هذا التسويه، ربما تكون الشركه هي الرابح جراء هذه التسويه من خلال خطا تتحمله 100% وبالتالي تحمل المستهلك جزء من هذا الخطا، يمكن طبعا التنبؤ بهذا الامر حول هذه الطريقه في المعالجه، تتفقين او تختلفين؟ طبعا اتفق، لازم يكون في اليه واضحه للمستهلك، يعني بالرغم من كل مثلا ارتفاع اسعار الطاقه العام الماضي مع شركه الكهرباء، على الاقل عند تصحيح الفواتير كان في اليه لاحتساب الطاقه واضح، شركه المياه الى الان احنا بالنسبه لنا التصحيح غير واضح، يعني انا الان اقدم للمستهلك بعد تصحيح الفواتير المبلغ اللي تم الاتفاق عليه الاخير، بس ماني متاكده هل هو سليم ام لا، المبالغ كبيره جدا، وبعض ما ذكروا بعض المستهلكين عندك في البرنامج بعد ما دفع مثلا التصحيح 1000 او 5000 الفاتوره التي تليها 150 ريال. كيف تم التصحيح واي اليه؟ وكذلك اكد عليها معالي في الحلقة معكم أنه غير واضحة بالنسبة لهم. الغرامات مهمة جدا، لأن التعب النفسي اللي يمر فيه المستهلك لما تجيله فاتورة بمثل هذا المبلغ ويشتكي لنفس الشركة ثم يذهب للهيئة وفي الأخير يصل إلى الجمعية، ترى فيها معاناة وفيها وقت بالطبع صح. ومجهود. رقم اثنين، لا يوجد لدي شركة في السعودية حاليا غير الشركة هذه مقدمة خدمة المياه. لو فتح الباب، وأنا أعتقد هذه مهمة جدا، فتح الباب وتجي شركات أخرى على المنافسة قد يساهم، لأن الشركة كما ذكر معالي تركة كبيرة جدا فوق ال 12 سنة، تحتاج عمليات تصحيح وإعادة هيكلة كبيرة. في النهاية المتضرر الأخير حتى بعد إقرار الأنظمة الجديدة هيكون المستهلك، فلماذا لا يفتح السوق لشركات أخرى أو يتم تجيء شركات أخرى على الدخول؟ جيد. طيب عودة لحديث محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج معنا في الراصد، شاهدت اللقاء وأيضا أبرز النقاط اللي لفتت نظرك فيه خصوصا في هذه المشكلة، تعتقدين كانت هناك يعني نقاط واضحة حول الخلل في هذه العلاقة ما بين الشركة وأيضا بين المستهلك وأيضا بين أدوار الهيئة في ضبط هذه العملية، أبغى تعليقك. طبعا لو نفقطها بشكل بسيط، هي في الأفراد في نفس الشركة حسب ما فهمت من اللقاء وأنا أؤكد على ذلك، في الفروع لا تقدم الخدمة بشكل لائق للمستهلك. اثنين، الأنظمة أو السيستم مثل ما ذكر معالي يبغى لها تطوير وتحديث ووضوح. في النهاية حتى وإن أحضرت للشركات أفضل الأنظمة في العالم، يظل جودتها بجودة ما يتم إدخاله، واحنا نؤكد ذلك، اذا الشخص اللي جالس وراء الجهاز على النظام يدخل معلومات غير سليمه اكيد النتيجه النهائيه سوف تكون غير مرضيه او غير سليمه او غير دقيقه. فيما يتعلق بالمخالفات طيب دكتوره، يعني فيما يتعلق بفصل المياه اللي ذكر طبعا معالي رئيس هيئه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج هذه المعلومه انه لا يحق للشركه ابدا فصل المياه عن المستهلك حتى لو ما سدد، ايضا فيما يتعلق بمنع مثلا اخذ الصهاريج من الشركه وهذا امر لا يحق ايضا على الشركه، يعني ترتكب هذه المخالفات واستعرضناها في حالات كان عبر واتساب البرنامج، انت كيف تنظرين الى هذا الامر كحماية لحقوق المستهلك وفق الأنظمة اللي تكفل له وأيضا تخالفها الشركة المكفولة له وتخالفها الشركة؟ تفضلي. صحيح يا سيدي الكريم، إذا ما كان في غرامة فما الفائدة؟ يعني النظام موجود ويخالف، ما هي العقوبة؟ طيب احنا عندنا لا يوجد عقوبة، عندنا عدد من التغريدات لأعضاء طبعا حديث عضو مجلس الشورى لواء عبد الهادي العمري، وتحدث وقال أنه يجب أن تكون هناك جهة محايدة تفصل بين المياه وأيضا العملاء،
يعني نص التغريدة الآن يظهر لنا، وهذا حديث طبعا الدكتور عبد العزيز الحرقان، ذكر أنه عدد من أعضاء الشورى أشاروا إلى ما طرحه الزميل اللواء عبد الهادي، أصبحت شركة المياه هي الخصم وهي الحكم في مسألة فواتير المياه، وهذا أمر ذكرناه من خلال لقائنا أيضا بمعالي رئيس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. أيضا هذا هو تغريدة للواء عبد الهادي العمري: لم توفق شركة المياه في رفع الضرر عن المواطنين وتصر على تجاهل شكواهم وتستمر في إنهاك المواطنين بالفواتير المرتفعة واختلاف أيضا القيم بشكل مفاجئ وغير مبرر. أيضا هذه من ضمن التغريدات فيما يتعلق بالنشاط بالنسبة لمجلس الشورى حول هذه الإشكالية. كيف ترين، وهل فعلا شركة المياه هي الخصم وهي الحكم؟ صدقا نعم، هي مقدم الخدمة، هي من في النهاية نتجه له لتصحيح الفاتورة أو تصحيح الإشكالية أو حلها للمستهلك، وهي من يبت فيها. أنا ما عندي أي شفافية بالنسبة لطريقة احتسابهم لكمية المياه وطريقة التصحيح. التفاوت كما ذكر معالي في التباين الشديد في التصحيح ما بين الفاتورة، وكما يردنا كذلك من الواضح عندي في الجمعية حماية المستهلك الفواتير والشكاوى المواطنين، واضح جدا التباين يعني يوضح لك أن في خلل. فنحن نتفق تماما أنهم هم فعلا الخصم وهم الحكم وهم حتى منفذ الأحكام. طيب شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر القحطاني. صورة تحية لشركة المياه الوطنية، يرضيك يا ساق العطش. يرضيك يا ساق العطش، شفني منن أحسن ذاب ذبحني وهديت نعش، مرحوم قالوا لي يا قاتل تغدف احساسي وتعش، مستسلم وراضخ وقابل مسكين قلبي وابتلاش ماضي ولو هالحظ ما. أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني حملة توعوية مكثفة للتعريف بأهمية كاشف الدخان، وتتضمن توعية مكثفة وبرامج إعلامية وتعليمات إرشادية بهدف الحيلولة دون الخسائر البشرية والمادية التي قد تحدث بسبب غياب تلك الأجهزة عن المنازل. وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي للدفاع المدني في شهر مارس، والتي تستمر لمدة 4 أسابيع. ينضم إلينا بالأستوديو العميد عبد الله مصلح، وهو مدير إدارة التخطيط في المديرية العامة للدفاع المدني. سعادة العميد مساك الله بالرضا والنور، نورتنا في الراصد. الله يحييكم، مساك الله بالخير، وأهلا وسهلا بك وبالأخوان وبالأخوان المشاهدين. نتمنى إن شاء الله نقدم شيء مفيد لهم الليلة بإذن الله تعالى. الله يحييكم. خلينا أول شيء نتعرف على هذه الحملة. طبعا هي حملة تستمر تقريبا 4 أسابيع. نعم. هي حملة توعوية تثقيفية وترويجية لكاشف الدخان. كاشف الدخان يعتبر جهاز فعلا مهم جدا، وأحد لا يعتبر جهاز مكمل داخل المنزل، أصبح الآن يعني جهاز أساسي. ويعني زي ما انت عارف الآن الحوادث خاصة المنزلية عدد كبير جدا سنويا، وبمعدل تقريبا 15,000 حادث سنويا. رغم ان فيه تحسن كبير في هذا
إحصائيات الحوادث. نعم. يعني الفرق بين آخر إحصائية وإحصائية عام 38 حدود 600 حادث انخفاض، إلا أنه العدد لا زال عالي جدا، 15,000 حادث في المنازل فقط، هذا شيء كبير ونحتاج إن شاء الله أنه لابد نخفضه في الفترة القادمة. إذا ترون أنه فائدة هذا الجهاز أساسية يعني بعد الله عز وجل في نتقي من إيجاد هذه طبعا الحوادث، كيف يعمل هذا الجهاز وكيف يمكن الاستفادة منه أيضا؟ نعم، زي ما عارفين فيه شيء اسمه اشتراطات السلامة وفي شيء اسمه متطلبات السلامة. الكاشف يعتبر من المتطلبات الأساسية، ويتعلق هذا المتطلب أو الجهاز بأرواح الأشخاص داخل المنزل أو داخل المنشأة. موضوع مثلا أجهزة أخرى مثلا الطفاية، الطفاية هذه تخدمنا في تقليص خسائر المادية، لكن الأرواح كاشف الدخان هو الأساسي فعلا في عملية حماية السكان. الإشكالية عندنا في الحوادث معظم الإصابات سواء كان وفيات أو إصابات تكون في الفئات الضعيفة. الفئات الضعيفة هم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو من يعانون كبار السن والمرضى. الفئات هذه هم غالبا ضحايا حوادث الحريق. الإشكالية اللي تصير أنه يكون في أحيانا فترة النوم، هنا تصبح الوضع كارثي معنى الكلمة، خطورة عالية، لأنه أي حادث حريق لا يمكن التنبؤ فيه، لا يمكن مشاهدته. وفي نفس الوقت لو نعرف برضو عندما يعني يحدث حادث حريق لا سمح الله، مكونات هي عبارة عن حرارة ودخان وغازات سامة. الحرارة هذه ممكن تشعر الشخص وينتبه لها سواء كان بالنظر إلى اللهب أو بالحرارة نفسها، لكن إذا كان وقعت في مستودع أو في غرفة أخرى هنا اللي بينتقل هو الدخان والغازات السامة، ويصبح الشخص يدخل في غيبوبة، ممكن يستشعر الخطر ولكن لا يستطيع الحركة أو أنه يبادر ب أن هناك مخاطر لهذه الغازات أنه ممكن تشل حركة الشخص نفسه، وطبعا تؤدي إلى الوفاة إذا استمرت فترة أطول. لاحظ أحيانا بعض الحوادث بسيطة جدا، يعني بعض الحوادث لم تتجاوز يعني مساحتها المتر المربع، لكن بسبب المواد اللي احترقت بلاستيك وغيره أدت إلى إنتاج بعض الغازات السامة، وذهب ضحيتها بعض الحوادث أسر بكاملها. لا حول قوة بالله. إذن هذا الجهاز وجوده يعطي إشارة إذا استشعر أي غاز سام أو أي مادة، وهو أيضا شامل كافة المواد السامة والقاتلة، يمكن لا لا يمكن هو يعمل بدقة، هو ولا يتعلق طبعا أنواع الكواشف متعددة، في بعضها كاشف حراري، بعضها كاشف الغازات. هذا الكاشف هو كاشف للدخان. الدخان طبعا هو عبارة عن جزيئات اللي ما اكتمل احتراقها، وطبعا تأثيرها هو في حجب الرؤية، لكن كاشف الدخان يعطي انذار مبكر للأشخاص خاصة في فترة النوم من خلال انذار صوتي. انذار صوتي نعم، يعني الدفاع المدني يستشعر المشكلة هذه بمجرد ورود بلاغ في فترة يعني متأخرة من الليل. نعم. نعتبرها بلاغ خطر جدا جدا، واحتمال الضحايا يكون فيه عدد كبير. فهنا مهمة وجود الكاشف الدخان مهم جدا. خلينا نروح للناس، يقول لك في ناس يقول لك أنا راعي بخور. نعم. وتعرف كلنا راعي بخور والدخان اللي يتصاعد منه والدخان غير الخطير أو اللي يمكن تقنينه، يقول لك أخاف من الإزعاج المتكرر والدائم فبالتالي ما راح أركبه، كيف يمكن الرد حول التعامل الأمثل معه للاحتياطات؟ نعم. تفضل. الكاشف الدخان طبعا تركيبه لازم يكون في، يفترض أن يكون في كل غرفة، ولكن وجود كاشف دخان في موقع متوسط داخل الدور الواحد أو داخل الشقة، في مثلا تتوسط صالة أو موزع يتوسط عدة غرف، هذا المكان المناسب لوجود كاشف الدخان، بحيث أنه إذا صار فيه أي انتقال للغازات أو الدخان من أي غرفة يعطي إنذار يسمح لأفراد الأسرة بأنهم يعني يستجيبون بشكل سريع ويخلون الموقع في وقت مبكر.
قضية البخور وقضية هذه يعني يمكن يعني معالجتها، يعني ممكن احنا نتجنب تركيبه في المجالس، تركيبه في مواقع الجلوس مثلا، ولكن في مواقع أخرى تتوسط والغرف هذا أنسب موقع لإعطاء الإنذار المبكر. طيب خططكم في هذه الحملة إيش هي الأمور اللي ستعملون عليها لإيصال هذا الوعي؟ طبعا هي تبدأ بحملة توعوية تستمر فترة أربعة أسابيع، وبعدها تنتقل إلى مرحلة أخرى للترويج، يشارك فيها طبعا القطاع الخاص. الحملة تستهدف كافة الفئات، يعني قطاعات حكومية، قطاعات خاصة، جميع المواطنين مطالبين بأنهم يعني فعلا يتفاعلون مع هذه الحملة. طبعا مستحيل الدفاع المدني يقوم بكل المسؤوليات اللي ملقاة على عاتقه بدون مشاركة القطاع الحكومي، جهات الحكومية الأخرى أو القطاع الخاص أو المتطوعين وكذلك المواطنين. جيد. وعي المواطن يعتبر أساسي بالنسبة لنا. بالتأكيد أنتم الآن في مرحلة توعية، في مرحلة قادمة وهي مرحلة الإلزام، خصوصا أنك تتحدث أنه هو متطلب وليس من صحيح الاشتراطات. كثير من الدول فرضت وجود كاشف على الأقل في فترات سبقتنا فيها من عام 94 و 95 في بعض الدول، وثبت نجاح هذا التوجه. احنا الحمد لله ان شاء الله احنا نسبقهم بوضع افضل، لانه اصبحت متطلبات السلامه بشكل عام المذكوره في الكود السعودي معتمده الان وتشمل كافه المباني حتى المباني الخاصه. نعم. فاحنا الان متوقعين مع يعني في الفتره القادمه حيكون الكود السعودي بكافه متطلباته خاصه في مجال السلامه، حتكون الزاميه ان شاء الله في الفتره القادمه. نعم. من صالحنا جميعا يفترض أنه نصل إلى هذا عن طريق التوعية. بالتأكيد. ولكن إذا ما حصل الشيء هذا فالقانون والنظام ضروري أنه يطبق لحماية الأرواح والممتلكات. بالتأكيد. يتواجد كثير في الأسواق موجود، وكيف أسعاره أيضا عميد؟ تتفاجأ أن هذا الكاشف اللي يعني يتعلق بأرواح بأرواح البشر لا يتجاوز يعني سعره سعر يمكن بعض الاكسسوارات اللي نلبسها، يعني في حدود 50-60 حاجة يعني في هذه الحدود 50-60 ريال. 50-60 ريال يعني شيء يعني بسيط والله جداً، حتى لو غلى على الروح ما شيء يغلى. نعم. وهذا مخرجنا يقول شاري ب15 ريال. طبعا نعتمد برضو على الكفاءة، ضروري أنه برضو لازم يكون فيها. طبعا الكاشف تركيبه مهم جدا في الموقع المناسب. نعم. مهم جدا عملية الصيانة والمتابعة، لأنه هو برضو يعطيك إنذار إذا مثلا البطارية انتهت، فهذا برضو مهم أنه يعطيك إنذار مبكر بحيث أنك تستطيع أنك يعني تعمل الصيانة اللازمة في الوقت. نعم. الأماكن فيها تجمعات، المدارس، الجهات اللي فيها مراجعين، هذا ضروري تركيبه. لا هذا ضروري. وتتابعونهم؟ طبعا احنا نقدر نقول يعني جميع المنشآت ممكن نجزئها 3 أجزاء. في بعض المنشآت تعتبر خاضعة للهيئة العليا الأمن الصناعي. نعم. في بعض المنشآت الأخرى خاضعة لإشراف الدفاع المدني. المنشآت الخاصة وهي الآن تستهدفها بشكل خاص الحملة، اللي هي منشآت أو مباني أو الفلل الخاصة بالمواطنين، هنا ما في مجال للدفاع المدني يعني أن يجبر في ذلك الأمر. طبعا غير اللي يجبر أنه لا يستطيع أنه يعني عملية الكشف بالطبع. لكن الآن بعد إصدار الكود السعودي أصبح الآن للمباني الجديدة جميع المباني ستخضع إن شاء الله للكود السعودي، ومن الآن فصاعدا أي خلل في متطلبات السلامة ممكن يترتب عليها مسؤولية. نعم. ممكن تكون مسؤولية قانونية على طبعا الشخص المقصد حتى منزله. نعم. لأنه الآن هو مطالب بموجب النظام أي مخالفة بعدها فهنا يعتبر فيه إهمال بالغ. معلومة مهمة، جهود عظيمة تشكرون عليها بكل تأكيد، نشكر وجودك معنا وحديثك، ونتمنى لكم النجاح في هذه الحملة. العميد عبد الله مصلح، مدير إدارة التخطيط في المديرية العامة للدفاع المدني، شكرا على ساعتك. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
تحفظت أمانة المدينة المنورة على كم الكميات التمر الموجودة داخل المنشأة اللي تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يؤكد وجود تمر مجروش بها، وذلك إلى حين صدور النتائج من المختبر. وقالت الأمانة في بيان أصدرته أنه بالفعل تبين وجود تمر مجروش مجهول المصدر، والمنتج عبارة عن تمور مصنعة مضاف إليها مواد مجهولة، ولا توجد بطاقة تعريف بالمواد الغذائية. هذه تعتبر عملية تسكر للتمر، خلاص على وشك تخمر. هذه في البداية هذا يعتبر تالي. تمام صديق، تعال. هذا فين تاني؟ أيوه. تاني فين؟ زي هذا كرتون فين؟ جيب كرتون. هذا كرتون؟ فك خشوف كمية كلها هذا فين اشتري؟ والله كفين اشتري فاتورة فين؟ جميع الطرق التمور مخمرة ومتالفة. أيوة يعتبر هذا كفيل. هذا خربان ويشتري لي؟ والله ما كفيل هذا. نفر كلام هذا مجرد. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرحمن المرشد. أستاذ عبد الرحمن حياك الله، نورتنا في الراصد. عبد الله لك والبقية الزملاء. الله يبقيك. شو رأيك بالتمر المجروش؟ طبعا التمر هو أنا أعتقد أنه من المواد الغذائية ما شاء الله اللي طويلة الصلاحية، يعني يمكن يجي سنتين سنوات يجي أربع. لكن طبعا إحنا بين روايتين، رواية من الأمانة ورواية من ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا ما تدري يعني أين الحقيقة، يعني وش الروايتين يعني عشان نوصلها للي نعم طبعا بالنسبة لما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي أنه مفتشي أمانة المدينة المنورة أنه ما هم بعارفين أو ما صح ما عندهم خلفية في الأغذية، وكانوا يعتقدون أن هذا التمر المجروش تمر فاسد، بينما الأمانة أكدت في بيان أنه لا، أنه فعلا هذا تمر فاسد ومجهول المصدر، وأنه فعلا عليه علامات التعفن. طبعا إحنا لو نناقشها موضوع يعني لو تحدثنا مثلا عن التمر المجروش طبعا يمكن هذا أنا أسميه الثقافة الغذائية عندنا هنا في المملكة العربية السعودية يمكن تختلف من منطقة لمنطقة. يعني مثلا في تلقى مثلا بعض أنواع الأغذية موجودة مثلا في المنطقة الوسطى، بعض أنواع الأغذية موجودة مثلا في المنطقة الشمالية، أو يمكن أحيانا ما يصير عنده خلفية كبيرة فيها فيعتقد أنه والله بعض أنواع الأغذية أنها تالفة، بينما في حقيقة الأمر هي بالعكس، هي يعني يمكن جزء من نكهتها نسميها، ومطلوب ومرغوب. نعم يعني أنا مثلا بتكلم عن نفسي، أنا مثلا تحبه أحب ما في أحد ما يحبه، أنا ما لقيت أحد ما يحبه. أي نعم، هو بالذات على أنواع مثل السكري مثل، وبالذات النوع السكري تلقى التمر المجروش بالعكس مطلوب. لكن إذا كان والله مثل هذا النوع من التمور مجهول المصدر أو معنى أصح في علامات التعفن، هذه أنا أعتقد من حق الأمانة أنها تغلق المنشأة وتقفلها زي ما ذكروا في البيان. لكن هذا يا أستاذ عبد الله يفتح الآن لنا باب وموضوع مهم، اللي هو مدى تأهيل العاملين في البلديات. هل فعلا العاملين في البلديات مجرد مراقب عادي، أنه والله شخص أنا جيت تعال قلت له تعال جبته، عشان أكون صادق معك، شخص قدم مثلا على وظيفة معينة وأخذته وجيت وشغلته في مجال رقابة الأغذية، أو هو من حقيقة من خريجين المعاهد المتخصصة معاهد الأغذية؟ هذا هنا الإشكالية. إذا كان أنت والله أي واحد بيقدم بتجي تقول له تعال امش ووديه المطاعم، أنت بتدخل في إشكالية كبيرة. صح، مع التجار خصوصا، يعني مع التجار وحتى أيضا مع المطاعم. ممكن أيضا مثلا ممكن تدخل مثلا في اللحوم، تدخل في الأسماك، تدخل مثلا في تتبيلات أنواع معينة يمكن هو يرى أنها تالفة، بينما في حقيقة الأمر هذا جزء مثلا من طريقة طبخها، أو جزء من طريقة مثلا التعامل معها، خصوصا مع تعدد الثقافات داخل المملكة العربية السعودية. يعني أنا أقول لك الثقافة الغذائية عندنا ما شاء الله تبارك الله، أنت تتكلم عن المملكة العربية السعودية قارة. أنا متأكد أنه مثلا اللي ما تعود مثلا السفر خارج مثلا المنطقة الوسطى، لو ذهب مثلا إلى جيزان، لو ذهب مثلا إلى عرعر، لو ذهب بيكتشف، لو ذهب إلى ينبع مثلا، لو ذهب إلى مثلا الشرقية، بيشوف أغذية ما يدري عنها، يمكن يشوف مثلا نوع مثلا يشبه بهارات معينة يشوف يعتقد أنها تالفة، بينما في حقيقة الأمر هي بالعكس، هي تعطيها نكهة، تعطيها جمال، وعند أتكلم تعطيها نكهة وجمال عند من يعرفون نوعيات هذه الأغذية. طيب
ينضم إلينا أيضا من استديوهاتنا في المدينة المنورة الأستاذ أحمد البحري وهو أحد تجار التمور. أستاذ أحمد مساء الخير وحياك الله. مساء النور، وأولا الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يحييك ويحيي جميع المشاهدين. الله يبقيك. التمر المجروش، يعني هناك حديث أنه إذا وصل المنطقة الغربية ما فيه طبعا معرفة بقيمة هذا التمر بشكل كبير إلا عند بعض محبي التمور، صحيح؟ عطنا الفكرة عنه خصوصا في المنطقة الغربية، تفضل. والله هو معروف ما شاء الله، يعني حتى دليل على ذلك وصال الاتصال الاجتماعي، العالم كله انتقدت طريقة التفتيش وأنه هذا باين في شكله أنه سليم، لأنه لو كان تالف اللون حيتغير، تظهر فقاقيع عليه أو رغاوي في داخل العبوة هذه الفاكيوم، لكن واضح أنه سليم. وبعدين على أنه مجهول المصدر، كان في ستيكر فوق نفس الغلاف في بيانات غالبا فيه. يعني الآن أنت طبعا قاعد تحلل المقطع بشكل واسع. نعم. من خلال خبرتك كتاجر. نعم. تمور، يعني أنت تشوف اللون الذهبي وأيضا تشوف العلب اللي تباع وتقدم في الأسواق كهذا النوع اللي ضبط، تشوف أنه نوع ملائم وجيد. ممتاز. وبعدين كلمة مجهول المصدر، إيه؟ معناته حتى التمر الفرط اللي بيتباع بالكيلو مجهول المصدر. ليش؟ يعني لأنه ما عليه أي بيانات، ما عليه تاريخ، بيتباع بكراتين. نفس الخضار والفواكه اللي تكون في السوبر ماركتات الكبيرة مغلفة مجهولة المصدر. الخبز اللي في البقالات حيكون مجهول المصدر. يعني تشوف انه هذا هو حال السوق فعلا، كل المنتجات تباع بهذا الشكل. نعم. بعدين التمرة ما هي مجهولة المصدر، التمر حقنا مصدرها النخلة. هم تحدثوا انه مضاف اليه بعض المواد، انت من خلال خبرتك بالمجروش ومن خلال الموجود في السوق او من خلال شكل هذا المنتج، تعتقد انه فعلا مضاف اليه ولا يمكن ان يتضح الصوره على التمر اذا اضيفت عليه مواد ويمكن لكم معرفته؟ تفضل. اكيد اكيد، وحيتلف. اولا هو لما يسحبوه الفاكيوم هذا يضاف اليه قليل من الماء يساوي كميه التمر. ايه. حتى يلين ويمشي معاهم في السحب ويسحب منه الهواء تماما، لو في شويه هواء حيعفن وحيتلف. يعني انت تفضل اكمل. الصوره اللي عندك الان توضح انه سليم، لونه سليم، ما في اي فقاقيع، ما في رائحه، ولا كان هو قال لك رائحه عفنه ويكون واضح، وما هو منفوخ، لانه لو في اي رائحه يعني انبعاث غازات في بكتيريا تلاقي نفس الكيس منفوخ. جيد. التمر المجروش ووجوده عندكم مطلوب، وايضا كيف اسعاره وكيف رغبه الناس فيه؟ خلينا نتعرف عليه بشكل اوسع للي ما يعرفه. سعره اغلى من التمور الثاني او الصنف الثاني، يعني الكرتون حق الخلاص ممكن تاخذه ب 65 70 ريال في له 8 كيلو. لما يصير مجروش يوصل ل 180 120 يصل الى 200 ريال. لأنه مذاقه حبيبات السكر هذه اللي فيه تدي مذاق وطعم تاني، وهذه الحبيبات من التمر مو سكر مضاف طبعا. نعم نعم نعم، نفس التمر، هو أصلا نفس التمر طبيعي. بعضه لا كان دخل في الثلاجة تستعجل عملية البلورة حقت السكر هذه. هو كيف يصنع التمر المجروش؟ يضاف إلى التمر زي ما قلنا الماء، ممكن يكون تعبئة يدوية. نعم. والتعبئة اليدوية ويتم سحب الهواء منه بالكامل ويغلق الكيس، وفي طريقتين، ممكن يترص فوق بعض وبالعفريتة بمعدة معينة أساس ينكبس، وفي طريقة ممكن ببراميل الموية تضغط على نفس التمر بضغط معين، وهي الأفضل انه يتعبى ربع الكميه، وبعد يومين ثلاثه يعبي نص البرميل كامل بالماء، وثم يحمل ويوضع في غرفه مظلمه بشكل، وبعد اسبوع يتم قلب نفس العينات هذه. جيد. والاكياس. طيب خلينا نسمع الى صوت الامانه، وينضم الينا الاستاذ سلامه الهيبي وهو المتحدث لامانه المدينه المنوره ومدير عام الشؤون الاداريه وايضا الماليه بامانه المدينه المنوره. استاذ سلامه مساء الخير، حياك الله معنا في الراصد. يا مسنور، هلا اخوي عبد الاله.
كيف تردون على استنكار الناس؟ طبعا ترى الجيد في الأمر أنه الناس كانت تشكر جهودكم وحرصكم، ولكن كانت تختلف معكم في آلية عدم معرفة نوعية هذا التمور في مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا الحديث اطلعنا على بيانكم، وأيضا الحديث أحد تجار التمور الأستاذ أحمد البحري معنا من خلال الشكل يقول أنه أبدا هذا التمر صالح وجيد، وأن إذا تعفن أو أضيف إليه مواد سيظهر ويبان أيضا. وأيضا فند فيما يتعلق بمجهول مصدر، قال كل اللي في الأسواق المفترض تكون مجهولة المصدر إذا كان هذا قياسكم، وارتأى أنه هذا النوع من التمور بالعكس كان عليه تعريف. تعليقكم بشكل واسع، تفضل مساحة لك. بداية أشكر لكم ولقناة العزيز الإخبارية هذه الاستضافة. الله يحييك. لو تسمح لي في البداية أعلق على المقطع المتداول وإيضاح الخلفية. طبعا المقطع سجل في ظل وقوف المختصين على المحل في إطار الزيارات الميدانية المجدولة لمحلات بيع الأغذية والتمور. طبعا من خلال المعاينة تبين أن هذا المحل رخصة منتهية، أيضا تشغيل عمالة لا تحمل شهادة صحية، احتفاظ بمواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية، أيضا انعدام التهوية والتكييف في الموقع. المحل كان مغلق قبلها بيوم أو يومين، هذا مسجل في الزيارات لأن هناك رقابة إلكترونية على المحلات. التمور اللي وجدوها مصنعة ومعبة ومجهولة المصدر من حيث المصانع، وما محدد مصنع ولا مصدر التصنيع ولا التاريخ الإنتاج. طبعا هذه كل هذه المعطيات والظروف المحيطة والظاهرية استدعت من الرقابة والمراقب أنه يقوم بمزيد من الفحص للأغذية والتمور المعروضة في المحل، لا سيما أنه في ظل عدم وجود يعني اشتراطات وبيانات على العبوات، وأيضا الكراتين كما شاهدتم في المقطع أيضا ما عليها المصنع ولا أي بيانات أخرى. أما موضوع التمر المجروس فهو معروف ومشهور، وإضافة الدبس المعروف، وهي عملية يعني تعطي التمر مذاق ونكهة ولا خلاف لها، والمراقبين يعلمون هذا وموحدين. سويتوا اختبار في هذا المجال؟ طيب سويتوا اختبارات لهذه التمور؟ هو عمل تم التحفظ وعمل الآن أرسل للمختبر، ولا حتى الآن ما ظهرت النتائج. جيد، يعني أنتوا في عدد من بس عشان أفهم الفكرة بشكل واضح، عدد من المخالفات الكبيرة طبعا حسب ذكرك على هذا المحل قادكم للشك بهذا التمر. أي نعم. طب ورا ما أعلنتم عن المخالفات يعني الأساسية وخليتوا الشك من خلال مقاطعكم؟ وتقريبا انا اقول لك اعترف لك انه في قد يكون المتحدث في المقطع لم يوفق في اختيار الكلمه المناسبه، او الكلمه جاءت في غير سياقها الصحيح عندما تلفظ بكلمه ذكر يعني مثلا المتعفن او كذا او الظواهر. هذا يعني سابق لاوانه، المفترض انه بعد نتائج المختبر او من خلال المعاينه الظاهريه للون او الرائحه يصدر الحكم. جيد، الامانه سوف تصدر الامانه بيان الحاقي جيد بعد ظهور النتائج المخبرية للعينات. خليك معنا أستاذ سلامة. ينضم إلينا طبعا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور فهد الخضيري، وهو أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات. دكتور مساك الله بالرضا، أهلا بك في الراصد. علميا نبغى نتحدث عن التمر المجروش، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التمر المجروش هي عبارة عن عملية يعني كيميائية تحصل أو فيزيائية تتبلور فيها الدبس التمر نفسه بسبب الضغط وكذلك البرودة. أحيانا بعد ما يضغط التمر لعدة أيام يؤخذ إلى الثلاجات، فخلال أسبوع أو أسبوعين تتكون بلورات يعني من الدبس، هي نفس بلورات السكر تقريبا أو بعض السكريات النباتية، سكر نباتي. فهي من ميزات يعني الميزات حقيقة التي تجعل الواحد يعني يفكر انه يشتري هذا، لانه له طعم مقبول عند بالذات الاطفال، والطعم لذيذ جدا، هو بديل طبيعي للحلا والحلويات المصنعة، وهو مفيد جدا. لكن طبعا يراعى السكر يعني بالنسبة لمرضى السكر او كبار السن انه يقلل منه، لانه مركز دبس وسكريات فواكه. لكن انا الذي صدمت فيه كلمة مجهول المصدر. تمور يا أخي هذه ليست خلطات عشبية من محل عطارة، وليست أسماك من أنهار فاسدة أو أنهار فيها تسمم، أو لحوم قد يشك أن مصدرها لحوم حيوانات يعني لا تؤكل أو كذا. هذه التمور والزبيب ومثلا حتى حبوب الحبوب
والقمح إذا وجد لا نقول مجهول المصدر، هو القمح هو القمح ليس من يعني هناك يعني، حتى التمور تباع في كل المحلات وفي بطريقة يعني جذابة وشعبية كما في بعض الدول، يرص مثلا التين ويباع بعبوات يعني شعبية والناس يعني يشترونه أولا لوجوده وتوفره حتى في البيوت، يجهز ويصنع بطريقة بالأكياس، وحتى لو لم يذكر المصدر والمزرعة والمكان والتصنيع وكذا. وثانيا التمور، أنا وقفت شخصيا على تمر عمره 19 سنة في مخزن جصة يسمونه جصة، تخزين التمر القديمة في أحد القرى السياحية في جنوبية سدير أثناء وفي يعني تجهيز بعض البيوت الشعبية أو الأماكن الأثرية، وجدت جصة لأحد الأسر فيها تمر مضى عليه 19 سنة تقريبا ولا يزال صالح للتمر، سبحان الله يعني لا يفسد أبدا ويستمر صلاحيته، قد يعميل للسواد قليلا أو بسبب التعرض للشمس أو الضغط أو كذا يفسد بسبب تدخل الإنسان أحيانا، مثل ولو كان فاسدا لظهر عليه الانتفاخ، يعني يعرف يمكن معرفته مباشرة دكتور إذا كان فاسد. نعم ما يحتاج مخابر، انتفاخ الكيس والتحمص، التحمص وانتفاخ الكيس هذا علامة فساده أو حتى وجود الديدان ولا والميكروبات. أما أنه يعني بالشكل اللي رأيناه في الصورة هذا تمر أشقر اللون وهو من أغلى الأنواع ومجروش، ويضاف إليه ميزتين، ميزة أنه أشقر ليس أسود، بالدليل أنه طازج يعني لم يعني يفسد ولم يخزن تحت الشمس ولا حتى في حرارة عالية، هذا اللون الأصفر يعني هذا أشقر. أفضل ما في السوق على حسب مشاهدتك. نعم أفضل ما في السوق أن يكون التمر أصفر اللون أو جيد. يعني أشقر اللون مع الجروشة هذه. شكرا جزيلا. يعني أنا ما أتمنى من مراقب البلدية أو غيرهم يعني عدم إتلاف مثل هالكميات فقط لمجرد النظر، إذا فيه تحليل مختبري يثبت وتوجد هذه الميكروبات أو مثلا التحمض أو التخمر اللي تتكلم عنه أكيد سنقف معهم، ونحن نقف معهم دائما وجزاهم الله خير على جميع الجهود التي تبذل لمنع الفساد مثلا وفساد بعض الأطعمة. جيد شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الدكتور فهد الخضيري، وأنت أستاذ وعالم أبحاث متخصص في المسرطنات. أعود إليك طبعا المتحدث الرسمي لأمانة المدينة المنورة مدير عام أيضا شؤون الإدارية والمالية الأستاذ سلام الهيبي. أستاذ سلام استمعت إلى حديث الدكتور فهد، ذكر أنه لا يمكن القبول عن القول عن التمور مجهولة المصدر، بل وأيضا تحدث عن جوانب أو أنه يمكن اتضاح رؤية حول التعفن أو أنه هذا خربان، وذكر أن هذا أفضل ما في السوق، يعني عساكم ما أتلفتوه بس. لا وللأسف ما كان سمعت المداخلة لأنه الدكتور سمعت بداية الحديث وانقطع، لكن تفضل. يعني ذكر أنه أفضل ما في السوق هالتمر من الشكل، ويمكن معرفته إذا كان خربان. ما في شك يعني التمر من الجروش معروف ومشهور أيضا تحدث حتى عن مجهولية المصدر، لا يمكن القول عن منتجات مثل التمور أنها مجهولة المصدر أيضا. لا هذا الموضوع بالنسبة إذا دخل في عامل التصنيع، نعم، بإضافة مواد أخرى أخذ بعد آخر، وأنه لابد أن يخضع أن تعرف المصنع والمعمل اللي تم فيه التعبئة والتغليف. جيد. وطريقة التوزيع والتخزين والنقل، هذه أمور مؤثرة في المواد الغذائية بشكل عام. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الأستاذ سلام الهيبي متحدث أمانة المدينة المنورة. أرجع لك طبعا أستاذ عبد الرحمن تعليقك. طبعا شوف بالنسبة للكلام اللي قال الدكتور فهد، طبعا لا يفتوى مالك في المدينة، الدكتور فهد ما شاء الله عالم أبحاث متخصص في هذه الأمور، لكن أنا أختلف معه في نقطة معينة. أنه ممكن هذه التمور سقيت بماء مثلا ماء صرف صحي، يعني خليني أتكلم بكل صراحة. أنا على فكرة أنا عندي تجربة في مجال الزراعة وعندي مزرعة صغيرة يعني خارج الرياض، طبعا أنا شاهدت ولاحظت الكثير من الأمور. يعني أنت ممكن تضيف كمية كبيرة من المبيدات، وعلى فكرة المبيدات الزراعية يكتب عليها تحذير أنه مثلا إذا أنت حترش المواد الغذائية سواء خضار سواء تمور سواء فواكه اللي يكون، إذا كنت حترشها فيه مدة محرمة أنت يحرم عليك أنك تقطف المواد أو تقطف الخضار قبل هذه المدة. أنت مثلا لما تيجي ترش مبيد ثم تيجي تقطف الخضار بعد شهر، بينما المدة المحرمة شهرين، هنا أنت صحيح قطفتها، والمثل اللي تكلم على الكوسة مثلا،
لقيتها شكل كوسة جميل أو شكل التمر جميل، لما قطفتها وخليتها ما زالت المواد الكيماوية موجودة. هنا برضو إشكالية يجب حقيقة أن ننتبه لهذه الأمور، ولكن يكون مراقبة من متخصصين لا بد بشكل كبير. يعني أنا أقول لك يعني أنا ماسك العصا من النص، سواء مع المتحدث الرسمي أو سواء مع حقيقة التجار. أنتقل إلى الأستاذ أحمد البحري، أنتوا كتجار تمور يعني جودة المتخصصين في مسألة الفحص وأيضا المراقبة، كيف ترى هذا الأمر؟ نقطتين اسمح لي فيها. تفضل. على عجالة أستاذ أحمد. على عجالة. الأولى إن شاء الله أتمنى إنه المراقبين يكون لديهم شهادة صحية سارية المفعول، وأي جهة حكومية أو أي جهة تفتيش تبى تدخل مطعم أو مصنع أو معمل لازم يكون عنده شهادة صحية، إن شاء الله بيتأكد من طفاية الحريق. الإضافة الثانية يدربوا الموظفين عندهم أو المراقبين على كيفية التعامل وتدريسهم، ويكفي لو تشوف المقطع طريقة فتح الكرتون بالسكين، يعني غاصة السكينة جوا تتلف اللي وراء، حتى لو كان منتج سليم أتلف. وإذا كان وإذا كان سليم بيحصل تعويضات باعتقادك، كيف تتعامل الأمانة مع مثل هالمضبوطات إذا صار فيه إشكالية؟ تفتيش وانتهى. بس وخلي العلبة مفتوحة. خلاص انتهينا. طيب شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد البحري وهو أحد تجار التمور. أيضا أشكر وجودك معنا هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن المرشد، وأنت الكاتب الصحفي. شكرا أستاذ عبد الرحمن. شكرا سعد. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه طالب ابتدائية بحائل وهو يحمل زميلة من ذوي الهمم العالية وهو كفيف على ظهره داخل الملعب، بعد أن رغب الأخير بمشاركة زملائه اللعب. ولاقي هذا التصرف طبعا من الطالب فواز الشمري استحسان متابعي مواقع التواصل الاجتماعي اللي اشكروا له هذه الأخلاق العظيمة والنبيلة واللي هي ما هي مستغربة أبدا على أبناء هذه البلاد. ينضم إلينا من استوديوهاتنا في حائل طبعا الأستاذ مشهور الجنيدي، وهو ابن فواز ابن مشهور الجنيدي اللي مع طبعا أبوه في استوديوهاتنا في حائل عشان نتكلم على يعني الموقف الجميل بكل تأكيد. أستاذ مشهور مساك الله بالخير وحياك الله يا فواز. الله يمسيك بالخير أخوي عبد الإله، يا أهلا وسهلا. الله يحييك. أنا ببدعد هالمرة من فواز، تفضل. أبسأله عن الموقف وشلون بدأ. فواز عطنا قصة الموقف. كنا بحصة نشاط، كانوا يجمعونا الرابع والخامس والسادس. إيه؟ والسادس. يوم شفته متحمس للعب الكورة خذيته ولعبت به، هو كان مستانس. اللي هو زميلك الكفيف وش اسمه؟ سالم سعد. سعد يعني كنت انت قاعد تلعب كورة وتشوف سالم وده يشارككم. إيه. وشلون فكرت يعني بالطريقة هذه؟ والله جت كذا من بال. وش هو جاء قال لك ولا انت شفته وده بخاطره؟ لا والله انا شفته. وشلون حسيت انه بخاطره يلعب معكم؟ من تشجيعه. يا حبي لك يا فواز، موقف عظيم. وشلته على ظهرك؟ ايه. وش كانت ردة فعله اول ما شلته؟ مستانس. وش كان يقول لك يعني؟ هو كنه اللي يلعب يوم جاب لنتي. ايه. وضيعته انت اللي شلته، هو كان فوق ظهرك. ايه. هو كنه اللي يلعب يوم ضيعت قال يا دب يا دب. ايه يعني كان متحمس، كنتم متحمسين. إيه. مره في اللعب يعني فعلا كان متحمس معك. ايه نعم. يا فواز يعني اكيد انه مشهد عظيم. من اللي كان يصوركم طيب؟ لا اعلم. يعني انت ما تدري عن انتشار المقطع، انتشر كذا بدون ما تدري؟ لا. يا جمالك. طيب يا ابو فواز استاذ مشهور الجنيدي، سم يا وشلون جتك طبعا هالانطباعات، وطبعا شلون وصلك ايضا المقطع؟ والله المقطع وصلني من أحد الزملاء، وكان عندنا اجتماع القادة المدارس. إيه؟ بالابتدائية، وكان عندنا مشرف القيادة المدرسية بمكتب الشمال الأستاذ محمد كريم.
فعرضنا عليها الفيديو وشاف الطالب وشاف كل الطلاب يساعدونه يعني للأمانة يعني جميع المدرسة تساعد الطالب هذا ما هو بس ولدي فواز. فشاف المقطع قلنا حنا عندنا مقطع كذا وكذا وعطينا الأستاذ محمد كريم المقطع وشافه وخذوه معه شكله الانتشار عن طريق أستاذ محمد كريم. يعني أول شيء كان تداول المقطع على نطاق ضيق وبعدين بادرت المدرسة. حنا مصورين يعني قبل أسبوع هو من الصف الخامس وهو جالس يعني يسوي بس عاد صورناه بحصة النشاط تقريبا قبل أسبوع وكذا. ترى ما في أجمل من فخر الأب ابنه خصوصا إذا كان ابنه لسه يعني في سن صغيرة. انطباعك أول ما شفت هالموقف من فواز؟ والله يعني صراحة تدمع العين وفرحت صراحة كثير. يعني الرحمة ترى هي أهم شيء. الإنسان إذا ما عنده رحمة ما هو عفوية يعني بشكل عفوية يعني ما لا خطط له ولا سوى له أحد شيء ولا فواز كذا. فواز كيف كانت ردود الفعل على هالعمل؟ كيف قرأتها وكيف شفت تواصل الناس وكيف شفت تواصل حتى أبوك أول ما عرف بالمقطع وش قال لك وش سوى لك؟ والله كل الأهل مستنسين. وأنا شفته عن طريق أخواني بتويتر وكلام الناس لك في تويتر. يعني كل الناس قاعدة تثني عليك يا فواز، وش تحب تقول لهم؟ أقول لهم شكرا وهذا الفضل لله. وسالم زميلكم الكفيف كل المدرسة يتعاملون معه بهالأخوة وبهالمساندة وبهالدعم؟ نعم نعم. جيد. أبو فواز أستاذ سم. مشهور سم. يعني بالحديث عن هذه القيمة العالية الاجتماعية كأب كيف تنظر لها أن تكون موجودة بين طلاب صغار سن أيضا في مدرسة بكل تأكيد التكاتف كل واحد فينا ينقص شيء، لكن العظيم في الأمر أنك تجد الآخر يكملك، يعني حتى لو كانت المبادرة قيمتها الفعلية في الجانب المعنوي. الحمد لله هذا الشيء يدل على أن العادات الأصيلة وفينا موجودة والعادات الإسلامية الرحمة والشفقة لحد الآن موجودة. هذا الدليل على مدارسنا وعلى ألفتنا وعلى رحمتهم للمكفوف. المكفوف يمشي بالمدرسة كأنه طالب عادي بالطبع. ما فيه أي أنه مكفوف أو أن هذا طالب يشوف. هذه الميزة اللي موجودة عندنا بالمدرسة بالتأكيد. يعني وأكيد أنه النور نور البصيرة لا نور البصر يعني. ونوجه التحية أيضا لسالم. فواز يعني أبى أسألك في هالجانب، تحس إنه في شيء ينقص سالم ولا لا والله كامل مثله مثلكم؟ مثلنا أبد أبد ما ينقصه شيء. أبد والله كفو، والله كفو بكل تأكيد. وأنتوا يعني زملاء تكملون بعض، كل واحد فينا زي ما ذكرت يعني قبل شوية فواز أكيد إنه ينقصه شيء، وبالتالي أمر عظيم إنه زميله وهو أخوه يعني في المقام الأول إنه يكمله بما ينقصه وكذا نصل إلى الاكتمال بيننا جميعا. أكيد أنه رسالة شكر لوالدك اللي يقف جنبك، أيضا لوالدتك، لكل من زرع فيك هذه القيم النبيلة والحمد لله اللي هي موجودة بكثرة لدى أبناء هذه البلاد الطاهرة. أستاذ مشهور أترك لك الكلمة الأخيرة. أترك أن المفروض يخلون الأطفال على طبيعتهم. نعم اتركوهم على طبيعتهم، اتركوا الطفل ينقل الطفل يسوي على راحته. هذا اللي أنصح فيه، وأنه يعامل المكفوف على أنه طالب عادي متأقلم بالمجتمع ما في أي شيء. أنت فواز كلمة أخيرة لمدرستك ولزميلك وأخوك سعد. أوجه عليه السلام. إيه. وأقول الله يشفيه. وهذا اللي قدمه بس. وتحية أكيد للمدرسة ولكل زملائكم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وتكبرون وتخدمون هذه البلاد بهذه الأخلاق النبيلة والعالية. نشكر لكم حضوركم الأستاذ مشهور الجنيدي، وأنت أب لهذا البطل الصغير طبعا موقف النبيل فواز طبعا الجنيدي. شكرا لكم على الحضور. شكرا لك يا الله. شكرا. وصلنا لنهاية حلقة الليلة من الراصد، الموعد يتجدد غدا في آخر حلقات هذا الأسبوع. الله يحفظكم فمان الله.